واليوم انا بالنسبه لي عايش الحلم اللي انا كنت دائما بحكي لكم اياه. قلت لكم لو خيروني التقي مع ميسي ولا رونالدو، قلت لكم انا ايش حاب ان افرجيكم الشخصيه اللي احنا كنا كعرب نفتخر ونعتز فيها، احد اهراماتنا اللي نفتخر امام العالم كله، كابتن محمد عبد الرحمن. طلبتك اوامر. طبعا هذول عائلتي على الفيسبوك، كنت دائما احكي لهم عنك قديش انا بحبك، لهم انه ميسي رونالدو اذا بتلتقي فيهم ما راح يكون مثل لما تلتقي ابو تريكا، اللي انت بشعر معك بحس فيك لانك انت انسان حقيقي بقيمك واخلاقك. كنت ألعب بلاي ستيشن دائماً باستمرار لأنه كان صعب إنه كدراسة أتعلم، أغلب الوقت دائماً أقضيه بتابع مباريات وبطبق الشيء اللي عم بشوفه على جهاز الملعب فيه. هذا الإنسان اللي من داخل منزله اللي ما مارس هذا المجال كلاعب كمدرب كصحفي استطاع أن يوصل أنه يعمل مقاطع فيديو بمستوى مشابه لمستوى الإعلاميين والمدربين اللي بيظهروا على الشاشات. أولاً أنا أسعد بأن أنا أقعد معاك وأتقابل معاك، ودي أول مرة أشوفك وأنا حبيتك من أول مرة والقلوب تتلاقى. صحيح. فربنا سبحانه وتعالى يديم المحبة ما بيننا ويرزقك الرضا والقناعة ويرزقك كل ما تتمنى.